غالية تحية شعاوية فطور شهي في هذه الأمسية الرائقة الجميلة. نستقبل جمعية ناس الخير بالأحرار، ونشكرها جزيل الشكر، كما نشكر الأطر التربوية والإدارية لجمعية عميد المثير. ولكن نشد من جهة أخرى في حرارة على الذين زارونا وشرفونا وتناولوا معنا طعام الإفطار وسيسمعونا من معنا مشدفات موسيقية سوف تنال رضاهم ورضا الجميع. إذا قبل هذا ولا ذاك نقوم ومبشرين محتفلين النشيد الوطني. يرومنا طموح قوي نحو التقدم والرفعة والازدهار تحت ظل رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله أمره. سير يا صاحب الجلالة بنا معه يجعلنا في كل خطوة سلامة.
شكرا ويجعلنا كلنا في خطواتنا سلام.
اللهم ارزقنا السلام والامن والازدهار. قص شويه الخضره.